تقول الغلطة هاللي يا أحمد ما هي مقصودة. اي الغلطة هاللي ما هي أحمد مقصود. لها قصة هذه القصيدة. هذه والله لها قصة، هو ولها بيتين مسند أهلي صوبي. اسلم. لكن أنا قبل يمكن سنة ولا سنتين ولا حولها. قابلت أخوي الغالي وابن عمي الشاعر الدكتور أحمد بن شفلوت، أمسي عليه بالخير. قابلته ليلا وأنا عندي رحلة بعدها بيوم. وسولفنا وخذينا علوم بعض ولا قلت له أني مسافر. واليوم الثاني ركبت الطائرة وسافرت لإحدى الدول. وأول ما وصلت وأصور ولا الأمطار ما شاء الله تبارك الله، وتخبر حنا صيفنا في السعودية بشكل عام ما هو بالأقصى، ونزلنا في الديرة ذيك الليلة مطر ما شاء الله تبارك الله مستقبلنا في المطار. ويوم أصور وهو صوته زين يغني له بيتين ويرسلها لي، يصور على طريق هو في الجنوب، يصور على طريق السودة ولا يغني له بيتين يقول خليتني من خميس مشيط للسودة، خليتني من خميس مشيط للسودة وانت تتمشى بوسط الريف الأوكراني الرابع اللي على التنسيق منقوده مو بحق نتجمعهم وتنساني، ولا انا اللي مجمع الربع اللي معي وكلنا بعد. نعم عز الله انه وجعني ولا ودي والله الا بسماحه خاطره. نعم قلت والله البيتين ذي رضاها انا هجي قصيده ما هي بجيت بيتين. نعم بردها بقصيده وعاد بيجي مضمونها في القصيده. خذيت في الليل وارسلت لها ابيات، قلت حي الله اللي عليه النفس محسوده، حي الله اللي عليها النفس محسودة، لا ضقت لاقيته ولا ضاق لاقاني، يزود من زودنا ونزود من زوده، ولا الحد مننا فضلا على الثاني، أخوان وسلومنا ما هي بمجحودة، يطيب جدانه ويطيب جداني ما عليك زود، أخوان وسلومنا ما هي بمجحودة، يطيب جدانه ويطيب جداني، أغليه وأحبه وجواب مرودة، يا مرحبابه تراحيبي وصفطاني، ترحيب نطيب من الكنبود والعودة، ما عينه عاني ينسير على عاني، ترتج من قوته كيف وحدوده، ويرتج سكانها أوكراني أوكراني. الله ترتج من قوته كيف وحدوده، ويرتج سكانها أوكراني أوكراني، يلي مقامك ما والله مست حدوده، ولا جيت أعدك أعدك خامس إخواني، الغلطة اللي ما هي أحمد المقصودة، لو أني أدريبها ما بتعداني، سجيت لو سجتي ما هي محمودة، في اللي خذ عقلي وقفها وخلاني، سجيت لو سجتي ما هي محمودة، فاللي خذا عقلي وقلبي وفاللي خذا عقلي وقفى وخلاني، عهدت العام الاول مخلف عهوده، حتى لو ان الزمان الشين يحداني، وهو وعدني ولكن اخلف وعوده، ماني بداري نساني او تناساني، يتل العهد به وانا متعدين جوده، دقي تنشد ولا عاد اتصل ثاني، وانا خذاني ما دق الكبر والزوده، ما ودي اجفاه لكن ليه يجفاني، وانا خذاني ما دق الكبر والزوده، ما ودي اجفاه لكن ليه يجفاني، كم لي وانا اقول في نفسي متى العوده، عانيت جدا والى ذا الحين انا عاني، وفي الغلطه اللي ما هي احمد المقصوده، عوضك في راسي ان كان الله احياني، اشر على دار في خاطرك والروده، وتذاكرك عندي وفندقك مجان. سلامتك وسلامتك. صح سهلك. صح.